أبدأ معكم مشاهدينا ومستمعينا بالأخبار الرياضية سريعا، حيث وقعت إدارة نادي الهلال أولى صفقاتها في فترة الانتقالات الصيفية بعدما ضمت لاعب وسط نادي الاتفاق فواز الطريس بعقد يمتد لثلاث مواسم قادمة. وأخذ الطريس 19 مباراة الموسم الماضي مع الاتفاق بين بطولتي الدوري وكأس الملك، سجل خلالها هدف وحيد جاء في شباك الوحدة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري، وكان للطريس عدد من التمريرات الحاسمة في عدة مباريات مختلفة. هذا ويستعد الهلال حامل لقب الدوري للدفاع عن بطولته غدا السبت عندما يستضيف العين الصاعد حديثا. أعلنت إدارتان النصر والاتحاد في بيان يوم الأمس اتفاقهم على إقفال القضية العالقة بينهما وتقريب المصالح المشتركة وعقد اتفاقية بوضع حلول ودية وفتح صفحة جديدة تسمح أيضا بانتقال اللاعبين بين الفريقين. يأتي ذلك بعد الخلاف بين الطرفين اللي حصل في سبتمبر الماضي على خلفية اتهام الاتحاد لنادي النصر بمفاوضة فهد المولد والحارس فواز القرني بطريقة غير قانونية وتقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة، وهو الأمر الذي نفاه نادي النصر حينها عبر بيان وضح من خلاله اللبس الذي صاحب القضية مؤكدا احترامه لنادي الاتحاد. أعلن نادي التعاون رسميا يوم الأمس عودة المهاجم الكاميروني لياندر توامبا وتجديد عقده لمدة موسمين قادمين، وأنهت إدارة نادي التعاون المكلفة برئاسة علي الشايع رسميا إجراءات تجديد عقد توامبا، وذلك بناء على توصية المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون. وكان توامبا قد دخل في خلاف مع إدارة التعاون السابقة برئاسة الرئيس السابق محمد القاسم، إذ رفض اللاعب تمديد عقده حتى نهاية الموسم الماضي بعد عودة النشاط الرياضي بسبب طبعا فيروس كورونا والتوقف. وانضم الكاميروني إلى التعاون في صيف عام 2018 وقد خاض مع الفريق أكثر من 55 مباراة، سجل 31 هدف وصنع 6 أهداف في مختلف المسابقات.